لكن ايه القيافه اللي انت فيها دي يا ولا؟ تعيش يا زينات. اشتغلت فراش في كشاريل. فراش في كشاريل ليه؟ اعلى يا زينات. ربنا ياخد الانجليز اللي حواليك كلهم. الله يخرب بيتك. يا ولية ليه من سانك لا تروحي في توكر؟ اسم الله، عشنا وشوفنا، القوالب نامت والانصاص قامت. وشو باش يا بنت حنفي المكواجي؟ هتفرشي لي الملايه يا ولية؟ انت بتقولي لسانك عليا ولا طالبه مني خدمه؟ ما ينفعش الاتنين؟ لا دلوقتي يا زينات انا فيري امبورتنت، انا بيزنس مان. اموت انا في البيزنس. الله يرحمها امك لما كانت تحلم بثلاثه مليم كانت تقوم مفزوعه من النوم. مالكيش دعوه بمامي. نهايته. بص بقى انا جايه لك في موضوع مهم. انا عارفه ان في طار بينك وبين المعلم العساه. بس انتوا في بينكم وبين بعض عيش وملح، والعيش والملح دول ما يهونوش الا على ابن الحرام. اهو هان يا روح امك. ابن حرام مصف. ايه؟ من الاخر كده بنت العسال اختفت بقالها يجي 4 ايام، محدش عارف لها طريق جره. قلت مفيش غير انت اللي هتعرف تقول قرارها فين.